بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي في كل مكان، النهاردة في زيارة لمحل من المحلات اللي بتهم كل بيت، محل خاص بالفخار والأدوات الفخارية بتدخل في كل بيت. معانا الأستاذ محمد، هنتعرف مع حضرتك كده على الحاجات اللي موجودة في المحل أساس الناس تبقى عارفة. يعني المحل ده يا جماعة في صلاتنا هنا تبع مركز فوز الشرقية، وأي حد عايز أي حاجة الأستاذ محمد هنا تحت أمره. يعني الحاجة، كل حاجة اللي نفسه فيها، طواجن مطلية غير مطلية، هتعرف منه على الحاجات الموجودة في المحل، هتعرف من حضرته على الحاجات الموجودة في المحل، وحضراتكم تشرفونا وتشوفوا الحاجات اللي هنا في المحل، إيه الحاجات الموجودة وتتعرف عليها، لأن الحاجات طبعا يعني بلد صحية أكثر من اللازم. يعني هي يعني احسن من الادوات المنزليه اللي بتنزل اللي هي المعدنيه، فهي استخدامها بدا يشيع في الايام الاخيره، يعني كان شيء يعني استعماله اكتر، فعلى اساس كده هتشوفوا معانا وتتفرجوا على الحاجات اللي معانا. اسم محمد، مع حضرتك هتقول لنا السقف اللي فوق ده ايه اللي معروض فوق ده؟ مبخره. ده ايه؟ مبخره. بتحط فيها الفحم الفحم ويتحط فيها البخور. انا سمعت، مش عارف بقى لو عندك فكره عن حاجه اسمها الصمغ الجاوي. صمغ الجاوي بيجيبوه يحطوه على الفحم برضه يطلع ريحه جميله في المكان ده، يعني كنوع من انواع البخور. يعني ده بيتحط في علاقه كده، دي مبخره اللي فوق دي اللي هي الرف الفاني دي، وتتبخر بيها. طيب ماشي، اللي في الرف الفاني اللي على اليمين دي كبيره، اكتر مجاز في البخار دي، اكبر مجاز في البخار. طيب دي مطليه طبعا. مطليه، ودي كلها تمام. دي مالهاش غطيان دي ولا لا؟ دي طواجن. دي طواجن مش لغط. حله وفي حله مغربيه وفي حله مصريه وفي حله. انا سمعت ان في فخار تركي بينزل هنا. تركي بس مش ماشي هنا ده. مش ماشي. ماشي المغربي. اللي ماشي المغربي. عندك مغربي؟ اللي هو فين؟ اللي هو شكله اللي هو ده. ده فخار مغربي. ده فخار مغربي. فعلا جاي من المغرب، يعني مستورد يعني. طيب. والنحيات ده مغربي. ما هو اللون بتاعه ظاهر برضه. ده انما ده مصري اللي بالغطا ده بغطا مصري يعني طبق حل. الحلل دي بتوفر مكان في الفويل والحاجات اللي هي ممكن بدل ما يغطي عشان يعمل محاشي ويعمل حاجات. ايوه، بدل ما يغطي بفويل او ورق زبده ولا حاجات دي بايه؟ بمحاشي ويعمل حاجات. ايوه دي مثلا طاجن دي. طيب اللي هنا دي نشوفها كده، دي هتصوره بره. طيب ماشي، ماشي. طيب هنا دي مجات هذه بالحروف، بالاسم يعني. الاسم بالحروف. يعني ممكن واحد يطلب اسم معين بيتكتب وبيجي له. اي اسم هتلاقيه. دي المبخره اللي احنا قلنا عليها، اللي هي المبخره المحطوطه فوق. اللي هي فوق. دي بتاعت سجاير، كوفات سجاير. ماشي. كوفات سجاير. ماشي. طبعا دي بتثبت في، ممكن في حاجه عشان ما تتكسرش ولا ليه؟ لا، هي كده نفس النظام كده، تثبتش ولا حاجه، تتشال من ايد بس. ماشي. مش في نفس الفكره دي، بتبقى زي دي كده بس بتبقى زي غزات للدواء سلسله كده. لا، دي اللي هي التوفات، دي في زيها بس على حجم اكبر، بيستخدموها في تغذيه الارانب والحاجات دي، زي علفات وكده. لا، دي كان في المحل التاني. في المحل التاني. موجود عندي بس في المحل التاني. حاجات الارانب والحمام والحاجات دي. دي حاجات بتحط فيها، دي شوايات تشوي. دي مناجد للشتاء. وممكن تشوي الشوايات اللي عندك. شوايات ايه؟ الشوايات دي متعالجه بره. ماشي. متعالجه بره. نشوفها بره ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب نشوف حضرتك كده معانا. عشان ما تقولش في فيديو ده كله طبعا ده كنك ده طقم شمعدان. ده شمعدان عشان العرايس بتاخدوه للشمع. عشان لو الكهرباء قطعت بتحط الشمع. ده الكنك مجاساته الثلاثه. أيوة. في ثلاثة فنجان واثنين فنجان وواحد فنجان. على حسب حسب العادة يطلع فنجان او اثنين او ثلاثه. دي طاجن فرد واحد، وجبه فرد واحد. ايوه، دي وجبه فردين. دي غويط وده صينيه.
ده مغربي هو ده مغربي مش مصري. ايوه مغربي مش مصري. مغربي مش مصري. ده مغربي مغربي مصري. ده مغربي مصري. معلش يا شباب الصابون الشرقيون للسجاد عن افتتاح اكبر صاله عرض في طاقم براد. البراد بالبنات بالبنات بتحط على النار عادي. بتحط على النار عادي ما فيش اي مشكله. لا بنحط على النار عادي. البراد باللبانه بالسكريه وثلاثه فنجان. رقم العرايس بناخده ماشي. جهاز العرايس ماشي. بارقة الاسعار مع إمكانية توقيت مشترياتك لمدة عام بدون ضرائب. هنا دي قصار الزرع. زهرية يعني. قصار الزرع. يعني زهرية مثالي تمنى في حدود المتناول يعني. مش قصار الزرع. أيوه. ممكن طبعا ممكن لو حد حابب يحلها بويا. حلة كامل اهو. حلة كامل. العروس بتاخده في الجهاز. كل العروس بتاخد طقم او اثنين في الجهاز بتاعها. يعني في التجهيز ياخدوا العرايس ثلاث حلل. ماشي. دي اللي هنا ايه؟ دي الفخار بتاع الحمام. دي السايات بتاعت الحمام. السايات والعلافات بتاعت الحمام. ماشي. العلافات والسجاد بتاعت الحمام. الكابوس بتاع الحمام البلدي. ده الحجم الكبير. الحجم الكبير. دي البرامخ بتاع الفلاحين اللي بيحطوها في الريط يتعدي الميه. ماشي. بربخ الميه بتاعنا. دي ده صندوق. ده جادوس للارنب. للارنب. ده طب وايه الفرق بين الحمام؟ بتاع الارنب الكبير. اكبر بتاع الحمام. عشان الولده وكده يعني. عشان الارنب تقول 5 و6 و7 و10. ايوه. طب انزل كبير. دي زلعات. دي زلعات. دي زلعات هنا. دي العرصه اللي عندك. دي الافران. دي اللي هي العرصه البلدي بتاعت زمان. الافران البلديه. عرصه. بيعملها بالحمره وكده. أيوة. بتاع دي. دي طبعا ترى دي اثار الزرع. طبعا لها مقاسات معينه وكده على حسب. في جميع المقاسات. كل المقاسات بتاعت الاصابع الموجوده معانا. ولو حد طلب مثلا ممكن تجيب له طاقه يعني اكبر او اصغر حسب ما عايز. حسب المقاس اللي هو عايزه. ماشي. حسب المقاس اللي هو عايزه. المترد بتاع اللبن. ده ايه اللي ايه؟ مطرد اللبن. مطرد اللبن بتاع زمان. مطرد اللبن. دي المطرد اللبن بتاع عندك ورقة. ماشي. ايوه ده هنا كده. ده بيساعد في تخمر الالبان. لو حد مثلا في لبن وبتاع لما تاكل اللبن بتطلع زبديه. ايوه احسن من ما هي بتنشط بكتيريا. الحمد لله كتير فيه بتطلع الزبادي. لان اساسا اللي بيخمر الالبان اللي هو اساسا البكتيريا اللي هي بكتيريا الحمد لله كتير اللي هي فبيعوز حاجه تعيش عليها. زمان زيرو 100 لتر. زير 100 لتر. زير 100 لتر ده. في زير 50 لتر. طبعا بتحط على حماله حديد ويبدا ينزل زي ما انت عايز. 50 لتر اهو. ده 50 لتر. ده اللي هو ده. ده ده هنا طبعا ايه يعني. لا هو مقلوب بس. ما انا ماشي. هو مقلوب. الفتحه بتاعته تحت. ماشي. طبعا هنا بيشتغلوا في البراميل برضو ولا ايه؟ الميه. البراميل ده متهيألي يعني تمنها في زاد عشان البلاستيك غالي اللي موجود مثال زاد شويه. بيطلب البرميل بنجيبه له. المقاس اللي بيطلب بنجيبه له. ماشي. دي الشوايه بتاعت ال بتاعت الفراخ. دي السمك وشوايه شوايه سمك وال ماشي. هاي دي طبعا زلع. دي طبعا هنا ال تبع الزلع وهنا وهنا ماشي. ما بديش ماشي. المحلبه بتاعت زمان دي. ايوه خزن بها السمنه ما تتزنخش وتعيش سنه للسنه. اللي هي المحلبه العاديه بتاعت زمان دي. بعد ما تتسمد في الفرن كده وتبقى 100% ياخدوها بتوع القاهره. ايوه مخزن في الثلاجات سنه البلد بيجي ياخدوها بتوع القاهره. انا احسن معايا ياخدوها بيخزنوا فيها السمنه. انا تخصصي غذائيه في الحاجات دي. فانا يعني هي بتتجفف وتتحط في الفرن كده وتتحط فيها عشان ما تكونش فاتحه. دي ايوه دي اللي هي بتطلع ميه صحيه بتراسب الاملاح منها وبتبقى ايه 100% ان شاء الله باذن الله تعالى بالتوفيق ان شاء الله وربنا يوسع عليك. واي حد يا جماعه عايز اي حاجه المكان هنا في صلاتنا تبع مركز فاووس. والمكان مش شتاوه بعد الزاويه الحمراء يبقى على خط البحر. لو من ماشي من طريق الزقازيق يعني على برضه تخش من عند البروم جنب الفدادنا والبروم الاثنين يعني بين الفدادنا والبروم والزاويه. هتيجي تلاقي طلبك. لو احد عايز اي جهز الست البنات اللي عايزين يجهزوا اي حاجه خاصه بالجهاز
فيها فخار ولا فيها حاجات اللي احنا شفناها عرضنا على حضراتكم. والاسعار في متناول الجميع، حاجه محترمه بسم الله ما شاء الله بفضل بالله العلي العظيم. بكده ان شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني ادينا يعني حاجه من اللي تكون وصلنا لكم فكره عن محل محترم. يا ريت الكل يشوف ويشوف المحل ويبادر ويشوف اللي هو عايزه، وهو احنا تحت امره في اي مكان يتوصل له الحاجه باذن الله تعالى. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.